بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رسالة أبثها إلى كل مهموم وإلى كل مكلوم وإلى كل مبتلى. هل فقدت أحد والديك؟ نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أحب الخلق إلى الله عز وجل عاش يتيم الأبوين. هل فقدت أحد أولادك؟ نبينا صلى الله عليه وسلم فقد أولاده الستة كلهم في حياته، وإلا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها عاشت بعده ستة أشهر. أقول هل أنت مديون؟ نبينا صلى الله عليه وسلم عاش مديونا ومات وهو مديون، صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام لأهله رضي الله عنهن. هل أنت مريض؟ نبينا صلى الله عليه وسلم كان يوعك كما يوعك الرجلين منا، بل إنه عليه الصلاة والسلام في آخر حياته كان يصاب بالحمى حتى إنه لا يستطيع أن يقوم أن يصلي من شدة الحمى، صلى الله عليه وسلم. هل تعرضت للإهانات؟ نبينا صلى الله عليه وسلم قالوا عنه كاهن، وقالوا عنه مجنون، وقالوا عنه شاعر، وقالوا عنه كذاب. هل تعيش في غربة عن وطنك؟ نبينا صلى الله عليه وسلم أخرجه قومه من مكة، حتى لما خرج عليه الصلاة والسلام التفت إلى مكة وقال: والله إنك لأحب البلاد إلي، لولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. هل أنت مسجون وضيق عليك في رزقك؟ نبينا صلى الله عليه وسلم سجن في شعب بني عامر 3 سنين، حتى إنهم كانوا يأكلون أوراق الشجر. يقول الصحابي رضي الله عنه وأرضاه: إن كان أحدنا ليضع كما تضع الدابة. هل اتهمت في عرضك؟ نبينا صلى الله عليه وسلم اتهم في عرضه في عائشة الطاهرة المطهرة من فوق 7 سماوات، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. ماذا أرشد الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم؟ هو بشر. قال الله عز وجل له في آخر سورة الحجر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. طيب يا رب، ما هو الحل؟ قال: فسبح بحمد ربك. فالوصية لك أيها المهموم وأيها المكلوم بتسبيح الله عز وجل، أكثر من تسبيح الله عز وجل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قل سبحان الله سبحان الله 100 مرة 1000 مرة، كل ما زدت من التسبيح انشرح صدرك وزال همك بإذن الله عز وجل. هذا هو الحل الأول، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. اجمع بين التسبيح والصلاة، قم الآن. نعم، الآن قم وصل لله عز وجل 2 ركعتين، وادعو الله عز وجل في سجودك وقبل السلام وبعد السلام، والتجئ إلى ربك وارفع يديك، فربنا سبحانه وتعالى يجيب الدعاء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: واصبر على ما يقولون، واصبر على ما يقولون. طيب يا رب، ماذا أفعل إذا صبرت؟ قال: وسبح بحمد ربك. واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن آلاء الليل، فسبح وأطراف النهار. لماذا يا رب؟ تريد أن ترضى على المصائب التي حلت بك الآن؟ أكثر من تسبيح الله عز وجل. قال: لعلك ترضى. فإذا أردت أن ترضى فأكثر من تسبيح الله عز وجل. وأبشرك ببشرى أيها المكلوم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة، إلا كانت كفارة له، كفر الله عز وجل عنك الذنوب. وأقول لك أيها المكلوم، هذه الدنيا ليست بدار قرار، هذه الدنيا عما قليل سنرتحل عنها، فاصبر حتى تلقى الله عز وجل، وأبشر بالأجور العظيمة عند الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوم القيامة يؤتى بأناس لهم أعمال كالجبال، يقولون: يا رب لم نعمل هذه الأعمال،
فيقول الله عز وجل هذا بصبركم على ما ابتليتكم به في الدنيا. فيتمنى أهل الموقف أن لو قرضوا بالمقاريض. أسأل الله عز وجل أن يفرج همك، اللهم فرج همه، اللهم نفس كربه، اللهم نفس كربه. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الصبر، أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الصبر على الابتلاء. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.